السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن نوعين من الحمام. النوع اللي هو الابسي او الحلبي، الناس بتسميه ابسي وناس بتسميه حلبي، والنوع التاني اللي هو الكلكان. ده الكلكان يا جماعة، ده جوز كلكان. هنيجي نتكلم عليه، هنلاقي راس الفرد مدفوسة في حواليها ريش طويل بالشكل ده. في نوع أعلى منه اللي هو بيبقى اسمه الجاكوبين أو النمس أو أبو فوطة، ده نوع رخيص شوية يعني، ده جوز بيعمل له 800 جنيه اللي هو الشغال، من 500 ل 800 يعني حسب التأمين. ده لون أبيض خالص برضه، من العظمه بتاعه ملموم شويه، ما هوش ولا قصير او ولا طويل، وحوالين رقبته حوالين راسه كده ريش يدول عليها فوطه. ثواني اوريك لون تاني. دي يا جماعه برضه لون تاني، ده نتايه سودا، راس راسها بيضه والاكتاف سودا والديل ابيض، والعشر بتاع الجناح ده بنسميه العشر اللي هو ده، 2 4 6 8 10، 10 رشات بيض والباقي كله اسمر بالاضافه للديل. ده بنقول عليه كلكان عنبري، التوب ده بنقول عليه كلكان عنبري. ده يا جماعه ذكر بنقول عليه قشر بني، ذكر ده بنقول عليه قشر بني، نفس النظام برضو، راسه بيضه وحواليه ابيض والجناح بتاعته بني، بنقول عليه قشر بني. ده يا جماعة الحمام العبسي، أو بنقول عليه يعني في محافظات بتقول عليه عبسي، في محافظات بتقول عليه حلبي. احنا عندنا في دمياط وفي بورسعيد وفي المنصورة بيقولوا عليه حلبي، كله حلبي، لأن في منه حوالي من 4 ألوان أو 5 ألوان. ده يا جماعة بيكون راس الفرد عليها برنطة ماسكة كده، كل ما يكون كبيرة وعالية كل ما يكون تقلبه عالي. الديل بتاعه بيكون ريش كله أبيض والجسم أسمر. العظم بتاعه بنقول عليه العظم الشامل، وبنشتغله في التحضين عشان هو بزق الحمام اللي شغال كويس. في برضه يا جماعة دي الديل بتاعه أبيض ورق، وكل ما زاد الديل كل ما الديل زاد بالشكل ده، كل ما ريشه زاد وكل ما كان الفرد طويل كل ما كان تقليبه عالي وسعره يزيد. ده بيبدا من 200 جنيه لغايه 1000 جنيه الجوز حسب التقليب وحسب المستوى. البرنيطه والديل الابيض والفرد بيكون طويل. لون تاني من الحلبي، وبنقول عليه اللي هو الحلبي الاحمر، ده الحلبي الاحمر، وفي اصفر، في منه اصفر وفي منه ازرق، يعني هم 4 ألوان اسود واحمر واصفر وازرق. ده الحمام الحلبي اللي احنا بنقول عليه، برضه نفس النظام بس ده تقليب يعني ضعيف شويه عن ذكر الاسود اللي وريته لكم. الديل بتاعه ضعيف، الديل اللي هو بيكون ابيض بس ده ريش قليل. انا بشغل الحمام ده في التحضين عشان هو بيزق الزغلل كويس. البرنيطه برضو بس هنا برضو ما هيش كامله، اهي عشان تبقوا عارفين ان هي مش كامله، عاليه بس مش كامله. ده الابيض السمكه دي يا جماعه، دي اسمها بنقول عليها سمكه، بيبقى لون باللون البني من تحت الديل. لو في اي ريش ملون في الديل ده بيعيب الفرد يعني. في انا برضو عندي حمام هنا في بعد ريش اللي بشغله حضان، بشغله عشان ده بيعيب الفرد. دول يا جماعة أولاد الذكر اللي قلت لكم اهم، الصلاة على النبي مستوى جميل، هو مش مستوى عالي قوي بس مستوى متوسط حلو يعني. طلع برضه بالبرنيطة والديل بتاعه مظبوط. شكل الحمامه دي انا بحبها جدا، سواء هي حمامه نش
حمام المطار او حمام التحضير، الحضن تحتها حمامه جميله ممتازه جدا لكل حمام لكل العضل. كده دلوقتي انا هوريكم فرد يعني يعتبر فعيد. ده يا جماعه ركر تاني، هو طوله كويس ومعقول والمقنطه برضو وكل حاجه فيه تمام، بس هو فيه عيب. الريشه السوداء ده يا جماعه وسط الابيض في ريشه سوداء، دي بتعيب الفرد. انا شغال بشغل الفرد ده في حمام التحضين، يعني بنقل تحته بيض عشان يطلعه واقوم شغلله كده اللي هو الحمام الغالي. فهي الريشه دي يا جماعه عشان تبقوا عارفين بتعيب الفرد. ولو الفرد برضه في رجليه ريش المفروض يبقى حافي، لو في رجليه ريش هنا بيعيبه. يعني دي الريش، الريش اللي اسود في الديل واللي والشراب اللي بنقول عليه شراب اللي هو الريش اللي في الرجل ده بيعيبه. دي يا جماعه النهارده كان الموضوع ده، ويا رب اكون وفقت في طرح الموضوع. وانا بتكلم في الحاجات دي بتكلم ناس مبتدئين، يعني ما بكلمش الناس اللي هي الكبار اللي هم عارفين، عشان اطول في الفيديو واقول يعني المواصفات واقول واقول المواصفات بحسافرها. يعني انا مش عايز اتعب الناس اللي هم المبتدئين بالتفاصيل اللي هي الغوايه يعرفوها. انا بقدم لهم المعلومه واحده واحده وبشكل مبسط، لان في ناس بتقول لي يعني طلعت تنتقد الفيديوهات وبتقول انت ما بتقولش بالتفصيل، انت ما بتقولش ايه. انا بخاطب ناس لسه بتبدا تربى حمام، مش ناس يعني ربت وغوت وحاجات من الباب. اي حد عنده السؤال يسالني وانا اجاوب عليه بالتفصيل بعيد عن الفيديوهات، اشرح له الباب من الالف للياء. بس انا بقدم الفيديو بتاعي بشكل مبسط عشان ما زهقش الناس مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.